السلام عليكم ورحمة الله، أنا مصطفى بشير، طالع النهاردة علشان أهنئكم بالمولد النبوي الشريف، عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بكل الخير واليمن والبركات. طيب، وعايز كمان أشكر حضراتكم على الثقة الغالية اللي أدتها لي في القناة، وأنا تحت أمركم في أي شيء أنتم تطلبوا. واللي عايز يعرف أي حاجة أو يستعلم عن أي شيء في المصالح الحكومية قل لي الموضوع وأنا أعمل لك عليه فيديو مباشرة. وعايزكم كمان تعذروني على عدم الرد على أغلب التعليقات بتاعتكم، لأنه بيبقى كم التعليقات كبير قوي والله، فاللي بقى أشوفه بأرد عليه، واللي مش بقى أشوفه بأرجع، فبأراجع التعليقات مرة أخرى وببدأ أرد عليه، فأعذروني بجد لأنه كم التعليقات كبير جدا، فأنا بحاول أرد على قد ما أقدر. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام والأمة الإسلامية بخير بالمولد النبوي الشريف، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.